تصريح وخط السير. اشرب وهيس وانسى البوليس. حصلوني. ادي قصتك الكذب. قلت لي بقى مين اللي مشغله؟ ما انا قلت لك يا باشا قبل كده مين اللي مشغله. ما تفكرني. العجوان يا باشا واللي اسمه سامي ده ملوش دعوه باي حاجه، ده منظره بس يا باشا. كده فكرتني. بقى مرة قلت لك انه قريب ابو عجوه. صح يا باشا، بس هو ما يقربش لابو عجوه يا باشا. العجواني حاجه وابو عجوه حاجه تانية يا باشا. باذن انا بقى يا باشا اخلع قبل ما العجواني يجي، احسن لو لمحني هيلبسني اسود اكتر من لابس يا باشا. باي باي استك. باي باي يا باشا. اديني 10 دقايق وبعدين تهجم بكل قوتك. حاضر يا فندم. يلا عجواني العزا خلص. على فين يا حبيبي؟ على فين؟ على النادي. هناك بيقدموا وجبات غذائية مفيدة. لا يا باشا انا واكل ومية مية، مش عايز. مش عايز؟ ده انا جايب لك بدلة التشريفة معايا، قصدي بدلة النادي.
انت وحبايبك اللي معاك دول. نكته حلوه قوي، والتهمه ايه بقى المره دي؟ التهريب والتجاره في الطرب، قصدي الترب. انا زبون هنا ومليش دعوه باي حاجه. احنا عارفين ان المكان ده بتاعك، وان سامي ده وجهه وبس. سامي؟ سامي مين؟ انا معرفش حد بالاسم ده. احنا عرفنا كل حاجه. من استك؟ استك؟ استك مين؟ انا اول مره اسمع الاسم ده. ايه ده؟ هو ده البن المحوج؟ ايه، اعمل لك فنجان. اخرس يلا قوم معايا انت. هو على فكره انت كده قاهره ومن كامبريدج ومن السوربون، مش كده يا انح؟ كده يا ريس. اسمع سيارة الشنطة دي كمان بالأفضل. اطلع زكي سيبوني. اسمع سيارة كده خلاص اتقطع عشنا. انا جات لي فكرة جنة. فكرة ايه؟ هبيع الموتوسيكل. تبيع يا اخويا الموتوسيكل ده ورث. هنبيع الموتوسيكل وندخل السباق وهفكرك عنتر هيعمل ايه. يلا زق زق زق. صارتك عنتر عنتر عنتر؟ اوعى يجي لك عنتر، كل اللي راهن عليه شبهك من بني عبس. شايفوك؟ نعم. انا جات لي فكره. فكره ايه؟ ما الموتوسيكل راح خلاص. تعالى بس عنتر. يا خسرت الموتوسيكل. انا اطوعك ليه؟ اطوعك ليه؟ نفسي افهم. ده انا لسه لحمه امبارح كان فيه خرمين. يا خسرت اللحام يا خسرت اللحام. انت ما انتش عارف الموتوسيكل ده ايه بالنسبه لي. ده ورثي الوحيد عن جدي الله يرحمه. هفتح لك عجلاتي في نفس المكان اللي كان فاتح فيه جدا. مش محتاجين الا تيار ليله. ماشي. مساء الفل. خطوبه طهور سحور اي حاجه. دي العمليه مجنطه خالص. ماشي حسن. بقول لك ايه يا حسن؟ قول. استنى استنى هنا. ايه يا فين؟ انا تعبت مش قادر اكمل والله. جعان وتعبان عاوز. وبعدين عندي مغص وحاسس ان الكلى ابتدت تشتغل عليا مش عارف. انت لو تسمع كلامي احنا نعيش في البلد دي ملوك. ملوك؟ ملوك ازاي ان شاء الله؟ انت عارف قشطه اللي نزلوها في السباق دي على اخر لحظه. الحصانه دي ما كانش معمول حسابها في السباق، نزلت وهي اللي قشت. لو انت عايز تراهن على قشطه، القشطه دي اللي هتقشطها على الاخر. يا جدع انت ما حرقتناش حاجه نجحها. اقلعنا هدومي يعني عشان تستريح وتبيعها؟ يا عم تقلع هدومك ايه؟ ده انت صاحبي اللي طلعت بيه من الدنيا دي كلها. ايوه ايوه الشويتين بتوع فيروز دول انا فاهمهم. قول عايز ايه؟ هات من الاخر. لا في عندنا حاجه كده يعني مش محتاجينها، لو رهناها هتفك ازمتنا. احنا عندنا حاجه مش محتاجينها؟ ايه دي؟ الساكس وترومبت. ده انت طرقعت على الاخر. ولو جالك شغل هتزمر بايه؟ بمناخيرك ولا بقك؟ تعال بس تعال. هاجي فين يا جدع؟ ايه مفيش حاجه النهارده؟ انت تاني ان شاء الله جنازه حتى. صحيح اللي اختشوا ماتوا. حبيبتي يا عسل يا مدندشة. ازيك يا ابن فضيلة؟ اصل حبيبتي انا السبت اللي فات كان عاصم. ما انت عارفه روحي بقى، انا ما منعنيش عنك غير الشديد القوي. طبخت له كل اللي عايزه، الحلو والحادق. والحادق ده لسه موجود؟ كنت فين يا عاصم؟ كنت فين يا عاصم؟ يا اخي ما احنا كنا مع بعض. الله انت تنسى ولا ايه؟ اصل الواد زكي تعب جات له كلى وكريزه بقى مش هقول لك. نقل دم وقصه قصه. صح نقل لي دم منه عشان كده دمي تقل شويه. ما انت عارفه روحي بقى احنا فصيله دمنا واحده. اوه 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 اوه. هنكون في فندق خمس نجوم في الغردقه، واكلين شاربين متنيلين. ها؟ لا لا ما تخافيش عليهم، هيكونوا في مسؤوليتي. ها؟ تاني هما بنتين ساكس وترومبيت، هي اسطى ابو زيد. نعم؟ انا مين؟ انا مازن. مازن. قفلت السكه. ايه ده؟ دي اصلها كانت في العلوي قوي ووقعت، جالها انهيار عصبي بعد عنكم.
ايوه يعني احنا كده ناقصنا بنتين. ما تكلم الست هوانم. المهم في شغل لينا ولا لا؟ طبعا عندنا طلبيه ترومبيت وساكسفون. ترومبيت؟ مش كده يا صفية؟ ايوه يا فضيلة. يا صفية هو انت هنا يا حياتي؟ طب الشغل ده فين؟ الله يرحم زمان والفنانين كلهم بتوع زمان. اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه بس دلوقتي؟ كان لازم يعني واحدة تتجوز والتانية تخلف والتانية تعتزل. انا عايز الحق الاتوبيس. وانت؟ انت يا زفت الطين اللي اسمك راضي، انا عايز افهم كنت فين بقى لما واحده اتجوزت والتانيه خلفت والتالته اعتزلت؟ ها؟ انا خلاص مش طايقاك ورمت منك، انا قررت افصلك. وانا موافق يا ست نهايه، بس لازم تبقوا عارفين حاجه، انا بشتغل مدير فرقه مش نادرجي. يا سلام يا خي، النادرج قال. ايه؟ وبتعمل ايه في اسكندريه؟ وادي رباب يا ستي، اتعاقدت مع صالح الانونجي. هو صالح الانونجي عمل فرقه؟ سامح منال، نبيل ناجي، حنان واختها، حنان واختها، بس لقيتها. ايه رايكم في حنان واختها؟ مين حنان واختها؟ حنان واختها انا قريتها كده زي عمر ودياب، دي عليها حته رجل حنان واختها، ده مقاس جزمتها 45. يا حضره مدير الفرقه، حنان واختها بيجهزوا الدخله الخطوم الكبيره، بس حضرتك ناسي. انا بقى عندي راي، نقفلها ونجيب ظرفها ونبطل شغل. يلا يلا يا استاذ راضي، وما تنساش ميعاد الاتوبيس بكره. مساء الفل. مساء الخير يا باشا، احنا كنا جايين عشان الشغلانه بتاعت الغردقه دي. ايوه انا ماجد. وانا زكي. وانا عاصم. حد قال لكم انا عايز قرود؟ يلا يلا يا فوق انت وغلط. سعادتك بس قرود ايه؟ مش حضرتك عايز ساكس وترومبت؟ ايوه الالات مظبوطه، بس انتوا لا. واحنا لا ليه يا فندم؟ ايه الغلط فينا يعني؟ هنلخبط الباتي على السيكه ولا هنعمل لك صبا ونقول لك ده جاز؟ جاز ايه يا ابني انت؟ حجاز. حجاز شكلكم كده ما ينفعنيش. حكايه الشكل ده احنا هو. احنا هو. الله يا ابني، بتبقوا بنات؟ لا بنات صعب قوي. بنات ايه؟ هي دي فرقه بنات؟ ايوه يا سيدي، ايوه فرقه بنات. ها اتطرقوا بقى. بقى ده مقلب بتعملوا فينا فضيله وصفيه. هنبقى ستات على اخر الزمن. ضل ناقص. لا حلو حضرتك يا باشا، احنا لو بقينا بنات هنبقى بنات كده. بنات افكار، بنات لوز. وايه اللي ناقصنا يعني؟ باروكتين وبالونتين وبدل البدل جيبات وفساتين، ونرقص لك رقص ولا اجدع رقاصه. تعرف عاصم ده لما يتقصع ولا فيفي عبده؟ باشا باشا زكي يا باشا، بقى في القصير مش هقول لك. حبيبي يا عمر، حبيبي يا عمر، يا عمر صاحبك سخن شويه. ونسمي نفسنا عصمت وزكيه، ايه رايك يا عصمت؟ عصمت وزكيه. يلا شكينا يا باشا. يلا يلا. على فكره فرقه انغام الليل عايزين ساكس وترومبيت الليله ب 150 جنيه. موافقين يا باشا، والله العظيم موافقين. موافقين ايه؟ انت عارف انغام الليل دي ايه؟ دي الفيوم تروح على 150 جنيه. وايه يعني 150 جنيه؟ نرجع الموتوسيكل ولا اقول لك ياض احنا نرحب بيهم على قشطه. بس مش هراهن على حاجه خالص. ايوه يا شمشمه. يلا. عملت ايه مع البنتين بتوع محاسن العلمه؟ طب الحق. واحد دلوقتي هنسافر الفيوم ازاي؟ ده سفر يابا. ما تقلقش، تعالى بس تعالى. عملتوا ايه يا بنات؟ عملنا كده اهو. يا الأمورة هتسهر فين النهاردة؟ لا النهاردة في فيلم هايل في التلفزيون. ذمتك يعني مش عايزة تمشي شوية على النيل كده مع بعضينا؟ لا ماليش مزاج ومش عايزة اتمشى. طب كنت عايز العربية النهاردة. عربيتي يا ندل. النهاردة بس. النهاردة بس. ده بس يا عزم. يا عسل 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 انا عسل 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 عسل. بقول لك يا عسل،
ما تسيبك من البنت الفضيله ديت وتسيبها لنا شويه. ايه طبعت ولا ايه؟ البنت عجبتني بصراحه. فرق برج عندك ارض طوالة. ارمي اللي في ايدك على الارض. ارمي. حط ايدك في دماغك. في دماغك. هو احنا اسرع حرب لا مؤاخذة يعني؟ انت هتستهبط؟ لا انا بسأل يعني. فتش وما دوكش. معاكوا سلاح؟ سلاح يا حضرت احنا على فكرة انا ذكي. انا ذكي ذكي بلعب ساكس. اثبت. من انا عاصم؟ لا انا اللي ذكي. من عاصم؟ انا عاصم بلعب ساكس وانا بلعب ترومبت. ولو حضرتك مدقاك الحكاية ديت احنا ممكن نعتذر. مزيكاتية؟ لا نصحيه. تعمل ايه هنا هلا؟ جايين ناخد عربيتنا. فين دي عربيتك هلا؟ انهي عربية؟ انتوا مش عارفينها ولا ايه؟ لا مخدودين بس. يا دي علي. يا علي انت بتجرش عربيات من ورايا انا؟ معقول يا باشا؟ احنا عربيتنا الفولكس الحمراء اللي واقفه هناك دي. ايوه الحمراء اللي هناك واقفه فولكس. خد عربيتك وخلاص انتهينا. تعال دوكش. تعال يلعب بابا. ايه الجراش ده؟ طلع معاك الاسلحة طلع برا. اسمع في الترابيزة. داني. والله زمان يا أستك. ايه يا ولد؟ لسه بتمط ولا بطلت مط؟ عجواني انت ايه اللي جابك هنا؟ اللي جابني؟ جاي ارد لك الجميل. بقول لك ايه؟ صحابك اللي انت بتحكي لهم كل حاجه بالتفصيل ما لقيوش الصندوق. انا ما اعرفش اي حاجه على اللي انت بتقوله ده. بقول لك ايه؟ تاخده؟ في ايه يا عم؟ يا خساره يا استك. ثلاثه دام. ما دام غير وجه الله. انا بقى اللي هلسعك المره دي. باي باي يا استك. بلاش عجواني. عجواني. خد يا لك وهو ما شفناش اي حاجه خالص. انت شفت حاجه؟ عشان الناس اللي ماتوا دول انا ما كنتش هنا يا باشا. وبعدين مؤكد هم يستاهلوا. هم ناس وحشين. احنا ما شفناش بعض قبل كده. مش احنا كنا جايين ناخد عربيتنا وماشيين على طول. تاني عربيتنا؟ هي مش عربيتنا، هي عربيه واحده اسمها فضيله. انا ممكن خمس دقايق اجيبها لك ونخلص الموضوع ده. يلا يا عاصم. بقول لك استنى منك ليه؟ احنا صحيح رايحين فين؟ احنا رايحين بعيد خالص يا باشا. مش عايز ولا كلمه. احنا مش هنتكلم خالص ولا هنتنفس. انتوا فعلا مش هتتنفسوا تاني. هوبا. بليس يا ريس. يلا يا خفيف انت وهو. هوبا. والله حلال كل ده حد دم. طب لو هيمشي ورا الدم دلوقتي اعرفوا مكاننا وفضيلة دمك معروفة اهو. هوبا. هو انت مودينا على فين؟ لأبعد مكان نقدر نوصل له. يا عم انت بتتوهم هم ولا بتتوهني انا؟ انت ما تعرفش الناس دي؟ يعني انت اللي عارفهم هتعمل لي فيها رأفة الهجان دلوقتي؟ تعال تعال. بلغ البوليس. حسنا معايا كارت. لا من ناحية السهم من ناحية السهم. بوعها. يلا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت مش بتبلغ البوليس؟ بوليس احنا قدهم. طب خلاص يلا نخلع. يا عم نخلع ايه ده احنا هنحلق. ايه ده بس؟ نحلق ايه ايه النص؟ الو؟ استاذ مازن انا سمعت ان حضرتك عايز اتنين، واحده بتلعب ترومبت وواحده بتلعب ساكس. ايوه ايوه اوكي 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 باي باي.
هما بيمشوا ازاي بالحاجات ديت؟ متهيألي كده محتاجه تدريب. بيمشوا كده كده. طب انا مرديت في سلهوب هوا داخل من تحت. يا اخي ما كل الستات ماشيه اهي، في حد مات؟ حاسس اني عريان والناس كلها بتتفرج عليا. دي منظر كده حد يبص عليها؟ يا بنت ما تتعيط. يلا هنا خالي. دي ستات ولا بلاش؟ ايه مريم ما فيهاش حظ. يلا يا سكرة. معقولة؟ دي حاجة تانية خالص. بقول لك ايه، اهدى. ايه؟ لما نبقى نروح الغردقة ايه العز بقى دي ونرميها، ولما ترجع راجل اعمل اللي انت عايزه. انا خايف من حكاية الستات ديت. ليه خايف ليه؟ ما حدش قال لك تحبل. احبل؟ اهي دي اللي مش ممكن تقنعني بيها ابدا. بقول لك ايه؟ اهو ده اللي ناقص. استني بس. ايه؟ العجواني ورجالته ورانا، والاوتوبيس قدامنا. اوتوبيس ولا عجواني؟ لا اوتوبيس. طيب يلا يلا بينا. احنا جينا اهو. انتوا اللي بعتكم المكتب؟ ايوه. الجداد؟ اه طبعا جداد. ده احنا جداد لانج. الاستاذ راضي مدير الفرقه، وانا نهايه الجمال. وانا عصمت. وانا نونا انشانتيه. عسل سكس وترومبيت، انتوا انقذتوا الفرقه يا جماعه. المهم قولوا لي، كنتوا بتشتغلوا فين قبل كده؟ هنا. لا هناك. لا احنا بتاع كله بصراحه. احنا خريجات الكونسرفاتوار. الكونسرفاتوار؟ ام التريتوار. طب يلا اطلعوا. انت يا نونا كرسي 7 وانت يا عصمه 8. وانت كام؟ انا معاكم. يلا يلا سيبوا الشنط يلا. يلا يلا. شكلهم ما ينطمنش ابدا، مخنشرين قوي. بالعكس انا شايفهم نسوان عسل كده. ايه حكايه نونا دي؟ ايه اسم زكيه بلدي مش عاجبني. نونا احلى. يلا يا نونا. سكر اموره قوي مش معقول. قولي لي يا حلوه، انتي انسه ولا مدام؟ انسه. أنسة؟ ولا تزعلي نفسك، كلنا كنا كده. اوعي طول ما انا معاكي ما تقلقيش، هتتبسطي قوي. يلا يلا يا نونا يلا. ايه؟ سوري نسيت اعرفكم بنفسي، انا نونا ملكة الترومبت، احسن ست تلعب ترومبت في كل الستات اللي بتترمبت. وانا اسمك ساكس. مرحبا. مدام نهاية انا همزل. طيب يا حبيبتي لحظة واحدة وجاي. بقول لك ايه يا حلو؟ بقول لك انا ايه؟ ما تنساش انك ست. ها؟ ما انا عارفة. رايح فين؟ خرب بيتك اديك عملتها. عملت ايه؟ قطعت الحمالة والبالونة هتقع. بالونة؟ طب يلا الحمام نظبطها. يلا. قبل نهاية بعد اذنك رايحة الحمام. ايه في ايه؟ جالي هبوط. هبوط ايه؟ هبوط اضطراري. مش هتقولوا لحد مش كده؟ قلبك ابيض، هنقول لمين؟ يخرب بيوتكم وانت كمان. اصلهم لو شافوني هيطردوني من الفرقه. انتوا اللي بتعزفوا ترامبت وساكس؟ انا نونا ترامبت. عصمت. ساكس. واقفين عندكم ليه؟ ادخل. تشربوا؟ وماله؟ ميرسي. هو انت منين يا سكر؟ انا من اسكندريه، من كامب شيزار. جينا القاهره من 10 سنين، من عيله فنيه كبيره. ماما مدرسه موسيقى وبابا كان مايسترو. برافو برافو. مايسترو؟ فين؟ في الاوبرا. صحيح. مايسترو لازم يبقى في الاوبرا. انا كمان فنانه مغنيه، بس صوتي مش قوي كده.
وكمان الفرقة كلها مش قوي كده. أنا اشتغلت معاهم عشان أهرب. تهربي من بسرة. تهربي من إيه يا سكرة؟ سوري أنا مش عايزة أتكلم في الموضوع ده دلوقتي. أنتوا مش عايزين تشربوا ليه؟ لا احنا بنشرب بس يعني بالنهار. لا على فكرة انا ممكن ابطل بس انا اللي مش عايزة. وبيني وبينكم كل البنات بتشرب بس انا بس اللي بتقفش. لازم تتقفش طبعا. مشكلتي اني دايما واقعة من قعر القفة. يا بختي القفة. باي باي باي. تجاني من عصر عصر. احنا هنا في كان غلط خالص. مش عايز ضرب في الرحلة. ما كنتش اقصد ضرب بعضيكم، كنت اقصد ضرب ده. ايه لو سمحت يا اخ، الحاجة دي تخصني انا. انا اسف. اتفضلي. لو سمحت يا سكرة مش عايز الموضوع ده. ايه ده؟ ايه يا انسة؟ العلبة دي بتاعتك؟ اتزفلطت من اتزفلطت. لا هاتي العلبة لو سمحت. هاتي العلبة، الرحلة مش ناقصة زفلطة. هاتي. خلاص لو عينك فيها خدها. انت يا بنت، انت يا طويلة. ايوة انت. انتوا مش قلتولي انتوا الاثنين انكوا درستوا في الكونسرفاتوار؟ درست هناك سنة. الله، مش قلتوا 3 سنين؟ لا هي سنة بس. خرجنا حسن سير وسلوك. بقول لكم ايه، في زفتين مش عايزاهم في الرحلة دي. الزفت الاولاني الزفت اللي كان في الارض ده، والزفت التاني بقى الرجالة. مفهوم؟ لا رجالة ايه، الرجالة دول كانوا زمان، دلوقتي خلاص بيتخلعوا. هاي
قميص نومك يجنن، جايباه من انهي بوتيك ده؟ هيا نونا. اهلا. نونا ازيك؟ اهلا سكره. صباح على خير. وانت من اهله يا حياتي. ايه؟ شبط الامراض بقى. مش قادر يا عاصم، اعصابي اعصابي. لا انت احسن حاجه بقى تقعد تقول انا زيت انا زيت انا زيت. عندك حق، انا زيت انا زيت انا زيت انا زيت انا زيت. مساء النور. مساء النور. انا زيت انا زيت انا زيت انا زيت انا زيت انا زيت انا زيت. يلا خش النار. حاضر. يلا. تصبحي على خير يا عسل. يلا يا عسل بقى عشان نخش النام. خلينا شوية يا عاصم. يلا عشان خلينا شوية. بقول لك جرم الستات يا عاصم. انت تقعد هنا ما تتحركش، فاهم ولا لا؟ ايه هو ده؟ افرض حبيت اروح الحمام. ممنوع. افرض عطشت. بقول لك ايه؟ كل حاجة ممنوع، فاهم ولا لا؟ امتى يجي اليوم اللي اتجوز فيه واخلص من هم ده؟ يا سلام. افرض طيب. ايه يا بنت الحلاوة دي؟ احترم نفسك. اتفضل. شكرا يا فندم. اتفضلي. انا متشكره قوي، مش عارفه لكن ممكن اعمل ايه. انت تمرين يا هاني، ده اقل واجب. هتصبح على خير. نهايه. انسه نهايه. انسه انا اسف. حضرتك قلت لي اسم الفرقه ايه؟ فرقه بنات مازن السعرجيه. شكرا يا فندم. ايه العفو. بقول لك ايه؟ عايز اقول لك حاجه مهمه قوي. ايه؟ ما خدتش بالك من حاجه غريبه كده في البنتين الجداد دول؟ غريبه؟ غريبه ازاي يعني؟ معرفش. اول ما لقيتهم بتيجي عليا بحس باحاسيس غريبه قوي. فين؟ فاهم؟ في معدتي. معدتك حموضه؟ حاجه زي حموضه. دلوقتي بس عرفت مين اللي فعل مرارتي. مين فعلك مرارتي؟ قدامي. مين فعلك قدامي؟ بقول لكم ايه، كله ينام. الصحيان بدري مفهوم؟ مش عايزه دوشه. بقول لكم ايه، كله ينام. صحيان بدري مفهوم؟ مش عايزه دوشه. طب ممكن اقلع الباروكه وانا نايم؟ مفيش باروكه، ما نضمنش الظروف. نونا بقى يا حبيبتي تصبحي على خير. وانت من اهله يا عصمت. بقول لك ايه، زي ما اتفقنا هتقولي ايه؟ سمعيني بقى. انا ست. ايوه انا ست. ايوه انا ست. ها انا ست. يلا كمان مره. انا ست انا ست. ها انا ست انا ست انا ست انا ست. سكر. كنت عايزه اشكرك على اللي عملتيه معايا. انت فعلا راجل. عرفت ازاي؟ قصدي مش عارفك يعني. لا ايه الراجل دي؟ معقوله احنا بنات لازم نقف جنب بعض يعني؟ لولاكي كان زمانهم رموني في الصحراء. معقوله حد يرمي النعمه؟ ده حتى يبقى حرام. ايه ده؟ الدنيا برد قوي هنا. لو بتفكري تعملي اي حاجه انا ممكن اعملها لك. اي حاجة؟ اي حاجة؟ انا ممكن افكر في مليون حاجة. نهاية. نهاية دي بداية. سكرة تعالي تعالي، هي تلاقيها بس بتتمم. مش عايزاها تشوفنا مع بعض. لا ما تخافيش، تشوفنا زي مع بعض. وبعدين انا مش هجيب سيرة لحد خالص، عصمت دي قرشانة. انا هستنى معاكي هنا لغاية ما ترجع تاني اوضتها. يا حبيبتي براحتك، استني معايا سريرك ومطرحك. انا زنقاكي كده؟ ايه ايه زنقاكي دي؟ خدي راحتك خالص، خشي خشي. انا احب الدفى زي عينيا. عارفة يا نونا، وانا صغيرة كنت بحب انام جنب اختي. يا سلام. واخدها في حضني بعدين نطفي النور ونتغطى بالبطانية، وابص في عينيها وهي تبص نبتدي نحلم. طمت يلا يلا احلمي. مالك؟ ايه؟ يا حرام دي انت بتترعشي. هي مش رعشة على قد ما هي اعصاب يعني.
الاوضه دي مولعه ورجليك ساقعه موت. انا هدفيها لك. كفايه. استني بس. كفايه اعملي معروف. ايه رايك؟ مش كده احسن؟ طبعا احسن. بس انا ست. بتقول ايه؟ قصدي اقول ان انا ست بس تعبانه يعني عيانه يعني مش. انت رايحه فين؟ انا كمان عيانه. طيب يعني انت عيانه وانا عيانه نحن عيانين مع بعض يعني. تعالي بس. عارفه احسن حاجه ايه؟ ايه؟ سيجاره. عندك؟ ايوه عندي. تعملي ايه؟ يا حلاوه المولد يا حلاوه. الدنيا برد بره وبرد جوه. الواحد كده هيعيا. قصدي الواحده هتعيا. هتوقعيني. استني. ويعني ما تقعي. انا عايزك تقعي. انا عندي ليكي مفاجاه. تعالي اقعدي. اقعدي. بصي بقى هعمل لك مفاجاه ما حصلتش. يلا اعمي نفسك. انا وانتي وعصمت جوه. انا وانتي. انا وانتي وبس. انت تعمق قوي. سكره قوي. هاي. ازيك؟ هاي سكره. هاي نونه. ايه بتعملوا ايه؟ ما تيجي. ايه تيجي ديت؟ طب انا جايه. لا طنشي. مفيش احلى من قعده البلكون. عايز احكي لك حكايه الشاطر حسن وست الحسن والجميل لما كانوا قاعدين في البلكون. عمل فيها عمل فظيعه. يا ايناس يا ايناس يا انس. قومي يلا وصحي منى وحصليني على اوضه نونا. في حفله هناك. واوعي تنسي ازازه الويسكي اللي انا مدكناها. منى موني موني قومي. في حفله. في حفله. قومي. بس يا ستي راح الشاطر حسن زنق ست الحسن وجمال في الكورنر بتاع ايه البلكونه. لا اصل انتوا. لا اصل دي حفله خاصه. يعني انتوا مش فاهمين ايه ده. انتوا ايه؟ لا اصل مش في تعليمات تناموا بدري. لا ما انتوا مش فاهمين. انا و... لا هو ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده بقى؟ لا استنوا. عصمت نايمه كده تصحى. لا يلا تلج. يلا ايه؟ يلا. انتوا جايبين الشرب ولا سجاير؟ اه ماشي. كل حاجه. انا اول مره اشوف ستات بالطريقه دي. خليكي يا جماعه بقى. انا هروح اجيب لكم ثلج. لا استني رايحه فين يا سكره؟ اروح اجيب الثلج. لا ازاي؟ استني. الله ما دي هتروح. طب استنوا انا عايز احكي لكم حكايه الشاطر حسن عمل ايه مع الستات اللي في البلكونه. استنى احكي. رايح اجيب ثلج. تعملي ايه عندك؟ سرقتها. كانوا حاطينها على اللحم. ما اقصدش. انتي مش خايفه؟ لا تقدري تقولي اتعودت. غبيه. على فكره انتي مش غبيه بس جريئه قوي. قوليها بصراحه. انا لو ما كنتش غبيه ما كنتش فضلت في الفرقه دي لغايه الوقت. وايه اللي مخليكي؟ قبل كده كنت بشتغل مع فرقه رجاله بس ما قدرتش اتعامل معاهم. انت اشتغلتي فرقه رجاله قبل كده؟ مين انا؟ لا طبعا. اهو ده اللي انا بهرب منه. انا اشتغلت مع ست فرق رجاله. مش عايزه اقول لك. انا عارفه.
الرجاله دول ما لهمش امان، خاينين يعني حاجه زي كده. اكيد وقعتي في راجل بسباص بتاع نسوان. لا ما تخافيش عليا، انا مش سهله وثقتي في نفسي ملهاش حدود. مشكلتي ان عندي حساسيه ناحيه بتوع الساكس. حقيقي؟ اول ما ابتدي اغني ويبتدي يلعب ورايا اسمعه هو بس، بعد ما اخلص الاغنيه اقعد اعد العشره لعشرين لمية عشان ما اجريش وراه وابوس. انتي عارفه انا بلعب ساكس. ايوه بس انتي بنت الحمد لله. عشان كده انا بشتغل مع الفرقه دي، طول عمري بهرب منهم. في حد برضه بيهرب من الرجاله؟ انا اصلك ما تعرفيهمش، لكن كلكم وبتوع الساكس دولكم تاني، وانا بعيده عنهم تلاقيني بدور عليهم، واول ما اقرب منهم احس ان عايش اجمل قصه حب بجد. لكن برضه اتفاجئ انه عايز فلوس يشرب بيها يلعب قمار برضه، وتديله تصحي الصبح ما تلاقيهوش. غبيه مش كده؟ الذكاء مش كل حاجه. بس انا عايزه اقولك على حاجه، انا خلاص مش هقع في اللعبه البايخه دي تاني، انا كرهت حظي. ثلج فين؟ عارفة يا عصمت، أنا في ديسمبر الجاي هتم 23 سنة، عشان كده هبتدي أفكر. تفكري في إيه؟ زوج، أسرة. عرفتي ليه أنا مبسوطة إن أنا جاية الغردقة؟ وطبعاً عايزة غني مش كده؟ مش مليونير، كفاية يكون عنده شقة، عربية، شاليه، يا سلام بقى لو عنده يخت. بحلم مش كده؟ لا لا لا، بس على فكرة ممكن تلاقي. وانت كمان يا عصمت ان شاء الله هتلاقيه. بس بقى انا عايزاه طول بعرض ماله يدومه يعني. عشان يقدر. انا بقى عايزه جوزي بنضاره. نضاره؟ اصل الرجاله اللي بيلبسوا نضاره دايما بتلاقيهم حساسين وجذابين رومانسيين. انت ما لاحظتيش الموضوع ده قبل كده؟ دلوقتي بس لاحظت من كتر قرايه الجرايد والعواميد الصغيره نظرهم بيضا. طول عمري كان نفسي ازور زنقه الستات، هجيت لحد عندي. لا 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 بلاش اللعبه دي، بلاش اللعبه دي، لا لعبه بالثلج، لا لا بلاش اللعبه. بس طب هقول لكم حاجه، بلاش تلعب بالثلج ونلعب لعبه البوز. يلا زلزال؟ زلزال ايه؟ بركان يا راضي. بركان جديد ده. اللي انت بتحلمي علشان مجال غردقه دول الاشبال تحت التسعين. اقل واحد فيهم عنده 75 سنه. بس دول خلاص قربوا يسافروا السفريه الابديه. وان واي تيكت. يمكن عندهم احفاد هنا. يمكن مفاتيح الاوضه.
شاف جراب النضاره يا جماعه؟ النضاره انت كمان. هات ايناس وسمر. ايناس وسمر 116. مديحه ولبنى 417. مديحه ولبنى. سوسن وساره. سوسن يلا يلا ساره. منى وسكره. منى. عصمت ونونا. عصمت يلا سكره. يلا نونا 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 تاخد طرود وياره. اسم الله عليك. اسمحي لي بالشرف ده. معقولة ما يصحش كده يا سليمان؟ سليمان الساكت. وساكت ليه؟ ما انت بتتكلم اهو. لا ده انا اسمي كده على بعضه، سليمان الساكت صاحب محلات الساكت المجوهرات. اهلا وسهلا. والهانم اسمها ايه؟ هانم مين؟ انا اسمي نونة. اسم جميل كله مزيكا. تحب المزيكا؟ احب الفن قوي. ابقى تعال احضر الحفلة بتاعت فرقتنا ان شاء الله. بس ممكن اشيل عنك دي حاجة تقيلة قوي. اتفضل. احبش اكسف رجالة ابدا في الشيل دي. طيب ورايا. استني انت كنت شايل قوي ازاي؟ ولو ان عيب ان الواحد يسأل سؤال زي كده الواحدة ست بيقابلها لأول مرة. انما انت عمرك كم سنة؟ تديني كام؟ يا 22 26 ما يزيدش عن كده ابدا. ايه النصاحة دي؟ وانت تديني كام؟ اديك اعدام. ها؟ قصدي من 35 ل 85. ايه الذكاء ده؟ على فكرة أنا أحب الفن والفنانات أوي. والجيبات والشرابات. لا أنا بكلمك بجد، دي كل عيلتنا تحب الفن والفنانات. أنا من حبي للفن والفنانات اتجوزت منهم حوالي 7 8. 7 8 اللي هو أنت مش فاكر كام؟ لا مش فاكر، بس ماما فاكرة، وهي على فكرة زعلانة مني إن أنا بكرر الحكاية دي كتير. صراحة أمك عندها حق تزعل، ده أنت سمعة سيئة للرجالة. نونا أنا عايز أتعشى معاك الليلة. آسفة مش فاضية، عندي حفلة، عندي شغل. يا روح قلبي، قصدي أنا بعد الشغل بتاعك نتعشى. أفكر. أنت بتلعبي مزيكا إيه؟ لا أنا ما بلعبش، أنا بنفخ. عايز الطلب. ايه ده؟ انت بتخاني؟ لما ابقى عصبي، قصدي عصبية، ولما الاقي حد كمان بيضايقني. لا دي ماما تزعل مني خالص. مش هنفترق طول العمر يا عليا. جرى ايه يا راجل انت؟ انت الشنب دي مناختني دراعي. سيبهم انا هشيلهم. انت يا ابني بتتفرج عليا، ما تيجي تشيل. خد نونا وعصمت. ها خد دول. اتفضل بقى حضرتك وريني عرض كتافك. نونا ايه ده؟ نونا ايه ده؟ انت اتجننت؟ انت فاكرني ايه؟ يعني انت يا سليمان يا ساكت طول عمرك جاي تفضل معايا انا؟ انا اسف، انا ما قدرتش امسك نفسي. خلاص اتفضل بقى، مع السلامة. نونا إيه؟ انا بفلوسي هخليكي اشهر واحدة في البلد. يا وصلتي؟ انت عايزني ابقى فتاة الغردقة؟ بص يا نونا، يا جدع انت احترم نفسك، راجل متوحش. نونا كل دي ايد يا نونا. تخيلي نفس الرقم الاوضه اللي نزلت فيه قبل كده، بس الثانيه كانت في اسكندريه. فكرتيني بالولد اللي كان معايا في الفرقه. هو كان بيلعب ساكس برضه؟ امال هيلعب ايه؟ يلا يهمك. انت هنا بقى هتقابلي المليونير اللي بتحلمي بيه مش كده؟ يا سلام، عرفتي ازاي؟ الست بتحسي بالست اللي زيها؟ اوكي باي باي. باي. ادخل. شلونك التيه؟ احطهم عندك لو سمحت. ودي كمان. عناية عناية يا عسل.
يا عسل. انت رقبتك فيها حاجة؟ رقبت مين؟ اه سوري، عايز بقشيش. ثانية واحدة. بقشيش مين؟ احنا خلاص طلعنا سمن، فقولي ايه يا حلو؟ انتي هتخلصي النهارده الساعة كام؟ ليه؟ أنا عندي شغل بس ممكن أسوق عادي يعني. أنت مش شايف إن أنت صغير شوية على الحاجات دي؟ أنت في سنة كام؟ سنة كام مين وصغير مين؟ بتتكلمي في إيه؟ إيه ده إيه ده؟ أنت هتعمل إيه؟ ولا حاجة، هوليك البطاقة. بطاقة؟ إيه؟ يلا مع السلامة يا فضل، مع السلامة. ما أحبش البت السهلة أبداً، أموت في الواحدة اللي تواخني، تواخيني بقى. فقلت إيه؟ انتي توسعي سملتة النقلطة وانا هجيب معايا المايه واتي. ها ردت المايه بزورك ظريفة. طيب بيتهجم عليا، فاكرني ست من اياهم. ايه اللي حصل؟ قرصني. فين؟ حسن. ايه ده؟ بقى ده منظر ست ده؟ بقى دي ست تتعاكس؟ ده انا شكلي قطع القلب. يلا اديك عرفت النص التاني عايش ازاي. عرفت، بس برضه عرفت ان في رجاله كتير تافهه. والله عندك حق، بس يعني ده منظر حد يرايل عليه. زهقت من حكايه الستات ديت. انا راجل، عارف يعني ايه راجل؟ لازم نمشي، لازم نمشي. نمشي نروح فين؟ انت وعدتني اول ما نوصل الغردقه نزوغ ونخلع على طول. ايوه نزوغ. نروح فين؟ اي فرقه يا اخي؟ بقول لك ايه يا خبير، العجواني ورجالته زمانهم قلبين علينا الدنيا، بيدوروا علينا في كل فرق البلد. اه بصراحه اللي احنا فيه ده قله قيمه، بيطمعوا فينا الناس. ايه يعني يا اخويا؟ ايه يعني اتقرصت؟ ايه المشكله يعني؟ مش احسن ما تشوف نفسك وانت بتشرب دم؟ طب اخرتها ايه؟ انت مستعجل على ايه؟ قاعدين في فندق حلو، بناكل، بنشرب، بننزل على الميه، بنشوف حريم، عايز ايه تاني؟ واخر الليله بتاخد الروبايك بتاعك، عايز ايه تاني؟ ما تصحش عليا، انا فاهمك كويس قوي، انت لابت هنا عشان خاطر البنت سكاره، صح ولا لا؟ انا سكاره مش كده؟ ايوه انا شفتكم مع بعض في الاتوبيس، كنتوا قاعدين بتضحكوا عاملين جو وبتسلفوا لبعض الروش. يا ابني سكاره دي زي اختي. اختك؟ خش في عيب. خش. قال اختك؟ قال من امتى يا اخويا؟ لعلمك من هنا وراح اراقبك. ادخل. لو سمحتوا يا بنات، ما حدش شاف نظارتي وشنطتي؟ لا ما شفناهاش. اه هو كده نظارتي وشنطتي راحوا، هيبقى اكيد في حراميه هنا. ميرسي قوي. لا ما انا لازم الاقي النضاره. الحمد لله نظره ضعيف. يونا عاصمك، احنا رايحين نعوم، تيجوا معانا؟ ايه نعوم؟ اوكي نعوم يلا. سوري انا مش هقدر اجي معاكم، انا ما عنديش مايو. وايه المشكله؟ مالك كمان ما عنديش مايو؟ اهي ما عندهاش مايو. اه صحيح، ده انا لا يمكن يبقى عندي مايو. احنا ممكن نشتري من الاوتيل. انا لا يمكن اشتري من الاوتيل. ايه رايك يا عصمت؟ لا انا هدخل اخد حمام. بس انا ممكن اتصرف. البحر النهارده يتجنن والشمس تحفه. هو يا نونا جلدك يتحرق من الشمس. ما تخافيش، انا معايا كريم وهدهن لها جسمها. سمعتي؟ هتدهن لي جسمي وانا هدهن لها جسمها، هندهن لبعضينا. يلا يلا يا سكر. هوبا.
ما انا كنت بلعب عقله. جسمك ضخم قوي من رمي الجله. وايه التعويره دي؟ لا دي واحده رمت عليا قله. ايه ده ايه ده؟ ازاي دراعك كده؟ ايه ده ولا رجليكي؟ ده اهمال. يلا يا باسم يلا يلا باسم يا ديرسة يلا يلا يا باسم يلا يلا يا باسم يلا 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 بلاش لماما. اتأكدي يا أنسة تكوني وقعتي ولا حاجة. ليه بقى؟ يعني أي واحدة بتقع بعدين تكتشف أنا مين تبدأ تحط نفسها على كرسي متحرك وتدخل المحكمة بتعويضات مليون اتنين، يعني استغلال. لا ما تخافش أنا مش هعمل كده مهما كانت النتيجة. شكرا. وفي إيه؟ أنت مين؟ والنبي إيه؟ سكارة. تعمل ايه دي؟ احنا مشفناش بعض قبل كده؟ ما افتكرش. انت نازل في الفندق؟ لا بس انا شفت وشك ده قبل كده. فين يا بنت يا سكارة؟ فين يا بنت يا سكارة؟ ممكن في مكلة في جورنال، يعني اعلان عن تبرعات في جمعية. يمكن. لو سمحتي كده شوية يا نساء، انا مش شايف منظر البحر لو سمحتي. منظر ايه؟ دلوقتي معاد الكوكتيل بتاعي هيرفعوا العلم. انت عندك يخت؟ اني واحد فيهم الكبير؟ انا ما بحبش اليخت اللي ياخد اكتر من 12 فرد. الله، مين اللي هيرفع العلم؟ مراتك؟ العمال. مين اللي بيعمل لك الاكل؟ الطباخين. شوفي لو يهمك تعرف اني متجوز ولا مش متجوز. انا مش متجوز. تعالي 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 اتفضلي اتفضلي اتفضلي. ايه اخبار الاوبايل؟ اه قصدي البورصه. اه البورصه في الطالع. يعني عملت لك نص ارنب كده؟ ايه ده، انت بتلعبي مع الارانب ولا ايه؟ لا انا بلعب مزيك وبغني كمان. اه فنانه. ولمزاجك ولا في وقت فراغك؟ لمزاج الفندق والمعازيم والنقطه حسب الجو. انا جايه مع فرقه بنات. انتوا بقى فرقه البنات اللي بتعمل الموسيقى بتاعت اليومين دول؟ ايوه احنا بتوع اليومين دول. اه فعلا الشباب دلوقتي بيفضل الموسيقى الصاخبه، لكن انا شخصيا انا بفضل مزيكه زمان فيها طرب. وانا كمان، انا كمان متخرجه من معهد موسيقى. هايل. واهلك بقى موافقين على شغلك مع الفرقه دي؟ لا طبعا بابا منع عني المصروف. عنده حق. فين الاغاني الشبابيه بتاعت اليومين دولت من الطرب بتاع زمان؟ السلام السلام على حفلات الموسيقى العربيه. ولا فرقه ام كلثوم؟ غريبه، احنا ما اتقابلناش قبل كده. انا ازاي ما قابلتش واحده زيك من زمان؟ انت راجل ذوق قوي وشكلك هتطلع طيب وغلبان. نعم. انت هتعمل ايه الليله؟ شوف يا سكرة، انا باجي على الشط مرتين. مرتين بس؟ يعني مرتين ثلاثه في الاسبوع. هعمل ايه؟ شغلي واخد كل وقتي. لعلمك هوايتي هي اللي بتحبني. هوايتك؟ وارثها عن ابويا وجدي، السوسيس. ميرسي سكرة. انت قاعده بتاكلي؟ احنا عايزين نلحق نغير. روح انت يا نونا وانا هحصلك. براحتك. يا سلام يا نسا. في حاجة؟ شوفي كل واحدة تشوفني تعمل كده. انا كمان يا نونا افتكرت. معقول يا شيخة تفتكريه؟ شوية يا نسا لو سمحت. شوية شوية. حاسب يا نونا هو مستني اشارة من اليخت بتاعه. يخت بتاعه؟ ايوة. تصوري ما بيشيلش غير 12 فرد بس. اه ده اكيد يخت اجرة جيزة بقى. نونا صاحبتي، احنا مضطرين نمشي بقى دلوقتي. يلا يا نونا. انا اتشرفت بمعرفتك على كل حال. انت معزوم على السهره الليله. هحاول
لا تحاول ايه؟ لازم تيجي يا حبوب. ها؟ اه وما تنساش تجيب اليخت بتاعك في ديلك وانت جاي. ها؟ يخت عليها وعلى جمال رجليها. بقول لك يا سكره، هي ايه حكايه الواد ده؟ بقول لك ايه يا نونا، مالكيش دعوه بالواد ده، الواد ده بتاعي وانا اللي وقعته الاول. انا حبيت بس انصحك نصيحه تحطيها حلقه في ودنك. انا لو كنت بنت وانا طبعا بنت كنت حافظت على كل خطواتي. شرف البنت زي عود القصب، لو اتعصر مره ما يتعصرش تاني. وبصراحه بقى انت عودك مسوس، يعني لازم تحافظي على نفسك. انا لو كنت عملت حساب لخطواتي ما كنتش قابلته. وبعدين انا مش جاي دي صبر، استنى، انا عايز اكلي واقول لي عصمت بسرعه، انا عارفه انها هتموت من الفرح. طب يلا يلا عشان نلحق نفضحه، قصدي عشان نلحق نقول لها. يلا يلا عصمت عصمت. الله، راحت فين دي؟ ما تخافيش زمانها جايه. اصل انا لازم اقول لها، لازم احكي لها. من غير ما تحكي حبيبتي، هي عارفه كل حاجه. على رايك البنت عصمت دي فيها شيء لله، كل اللي بتتنبأ بيه بيحصل. يمكن راحت تشتري حاجه؟ يمكن يمكن مثلا يعني ان الكومبليزون بقى بدلت قفطان وصاحبها فرقه علبه اللون. بلون 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 بلون. من سني بيغيروا مني وبيحسدوني مع اني مش احلى منهم بصراحه. شلالم شلالم. عصمت هاي. سكره سوري ما سمعتكمش وانتوا داخلين. انبسطوا؟ مش هتصدق يا عصمت، حصلت معجزه. ايه اللي حصل؟ حظي فظري. النهايه ربنا افتكرها؟ دي معصلجه شويه. يبقى هيسيبونا اللي في سجاير. يا عصمت حذري كويس. قابلت واحد منهم. واحد من مين؟ من اللي عشت طول عمري احلم بيه. شباب، جمال، فلوس، عنده يخت يا عصمت. عنده اليخت بتاعه؟ وعنده عربيه. كملي يا سكرة. هو شاب وسيم لطيف بنضارة، والأهم من ده كله إنه عازب. ده مش شاب عادي، ده شخصية. بصي يا سكرة، أنتي تعكشيه وتربطيه. ده مش هيفلت من إيدي، ده لذيذ وبيتقرش وكمان بيحب السوسيس. إيش معنى السوسيس؟ هنقابله؟ أنا عزمته واحتمال يجي. أكيد هيجي. عينيه كانت بتقول كده. انت ايه رايك يا عصمت، هيجي ولا مش هيجي؟ تنبؤاتك بتقول ايه؟ سكره انت فين؟ انا من بدري مستنياكي، بقالي ساعه. المفتاح معاكي؟ اهو يلا. باي 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 بنات. باي. تقدر تفهمي اللي انت عملته؟ ماشي حاضر. ممكن افهم بقى التمثيليه السخيفه اللي عملتها على البنت المسكينه ديت؟ وعامل لي فيها مليونير؟ هموت واعرف الطريقه اللي انت كلمتها بيها دي ازاي؟ قال ايه؟ مالك يا انسه؟ بتبص لي كده ليه؟ عامل لي فيها حسين فهمي حضرتك؟ ما خلاص بقى يا زكي، ما خلاص. طول عمرك بتعمل الحركات الوسخه دي مع الستات، مش عارف ايش الشاهيناس وايش باكيناس، وشاهيناس هي اللي بتحميني وباكيناس هي اللي بتوصلني للباص. بقى في شغاله في الدنيا اسمها باكيناس. يا اخي اكدب كدبه معقوله؟ ايه؟ ايه عصر؟ بقول لك ايه؟ انا لما بترفس ما بعرفش ابويا. عصر يا عقلي عصر. طيب الو، مكالمة خارجية، حاوليني بيها. نونة، انا الواد الشقي بتاع السلم. الله، انت مش نونة؟ طب من فضلك تبلغيها لو تتنازل يعني وتتعشى معايا لو تحب، بعد شغلها طبعا. عشا ياخت بعد العرض؟ حاضر حاضر هقول لها. الياخت بتاعك؟ ايوه، ياخت شهرزاد. شهرزاد، قولي لها ان احنا هنقضي ليله من الف ليله وليله. انتوا الاثنين بس؟ ايوه. طب قولي الاستاف بتاع اليخت هيكون فين؟ انا مديهم الليله كلهم اجازه. الليله هيبقى القمر بدر وهتبقى ليلة أنس وفرفاشة. ده إيه؟ ده غير صوت نجاة. نجاة هتبقى ملعلعة يعني. دي نونة بتموت في نجاة. مين دي اللي بموت فيه؟ أخلص. أيوة يا أستاذ. خلاص خلاص هتجيلك على اليخت. باي باي، مع السلامة.
راجل مين على اليخت؟ الراجل عايزك تقضي معاه ليله على اليخت انت ونجاة. نجاة مين؟ نجاة؟ نجاة الصغيرة؟ انت جرى فعلك حاجة؟ عايزني انا تتجننت؟ انا لا يمكن اعمل كده؟ انا زي ما جيت هنا سليم ارجع سليم، لابويا يقطعني. انت يعني مش ناوي تروح؟ طبعا لا. خلاص هروح انا. انت جرى لك حاجة فعلا؟ عايز تقضي الليلة مع الراجل ده؟ انت صدقت انك ست بجد؟ انا مش هقضي معاه بليلة، انا هقضيها مع سكرها. وهو هيبقى فين؟ لا 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 يا عصمت لا. اه يا زكية. مش الليلة يا عصمت. تفتكروا علشان ينسوا؟ بقول لك ايه الورد ده علشانك. علشاني؟ ده منه. النبي ايه؟ عايز يقابلني على اليخت بتاعه، هيطلعني عند المرسى. النبي ايه؟ عايز الف صدر رجاله موجودين معانا هنا في القاعه. بنات الفكره لازم يناموا بدري، وانا شخصيا حريصه قوي على كده. تصبحوا على خير واحلام سعيده.
هوبا. اهدار يا روحي. اهدار لإيه؟ اهدار للوقت، اهدار للطاقة. معقولة؟ الجو الهادي والقمر البدر ملعلع في السماء واليخت فاضي ونقعد هنا. حضرش. لا يا روح قلبي، لا لا ما تقصديش، أنا عايزك ترقصي يا عينيا. يلا بينا نرقص، في نايت كلاب يجنن. يا ابن اللقيمة، ده طلع عنده عربية. ايه في حاجه يا روحي؟ لا انا كنت بسال اذا كان النايت كلاب حلو ولا لا. ده هايل يعني، هايل، وعندهم فرقه ما فيش احسن من كده يا روحي. سلمتي يا روح قلبي، سلمتي. انت ديناميت يا عينيا. وانت يا عينيا، انت داري مدفع الالف السعد. يا سلمتي. كنا عاطف بقالك كتير مستني؟ مش مهم مستني قد ايه، المهم مستني مين. اتفضلي. مرسي على الورد. سوري، انا لو كان عندي وقت كنت جبتهولك من امستردام. مش مهم مين، المهم مين اللي بعده. سلالم؟ ايه سلالم؟ سلالم موسيقية. سلالم موسيقية. الأولاد دايما يغيروا الكوارين بقى، أنت فاهمة. ايه ده يجنن؟ يعني حاجة كده متواضعة الواحد عازف زيي. كل دي سمكة؟ سمكة دي. دينا اشتريتها، قصدي اصطادتها من البحر الكاريبي.
صحتك. ميرسي. ايه كل الجوائز دي؟ سباحة، خيل، ملاكمة. ملاكمة؟ دي خطر قوي. لا ما يغركيش، أنا بطل قوي جدا، بس حد يقف قصادي. هي بنية بجد؟ طب أنا عايزة أشوف الألبومات، ممكن؟ ألبومات؟ النهاردة الخميس الحقيقة، ببقى دايما متلخبط. ليه؟ يعني الاستاف والخدمين بيبقوا أجازة. يعني إحنا لوحدنا على اليخت؟ خالص. أنا عمري ما قعدت مع راجل لوحدينا بالليل وعلى يخت وفي وسط البحر. شوف يا سكرة، أنا عايزك تتأكدي إن أنت في أمان تام. أنا متعودة إن الرجالة ممكن تنتهز فرصة زي دي، خصوصا في مكان زي ده، بس أنا متأكدة إن أنت جنتل. الموضوع مش كده بالظبط، يعني الموضوع إن أنا مش مؤذي خالص. مش مؤذي؟ أصل أنا ليا حكاية كده مع الستات. حكاية؟ حكاية إيه؟ وأنا مع واحدة ست ما بحسش بحاجة خالص. معقولة؟ أنت جربت؟ إيه اللي جربت؟ وأنا ورايا حاجة غير إني أجرب. إيشي سمرة، شقرة، بني. إكسكيوز مي. ولا حاجة. ولا حاسس بحاجة. زلطة، أنا زلطة. ولا حاجة خالص؟ أنت كده بتهني. لا مش الفكرة حبيبتي. هي الدنيا كده، زي ما تديلك تاخد منك. يعني انت ما تقدرش لا تحب ولا تتجوز؟ ما اقدرش، انا حبيت مرة. ولو سمحتي انا مش عايز اتكلم في القصة دي تاني. ايه تحبي تحكي حاجة؟ لا احكيلي. مش عايز اضايقك. بالعكس مش هتضايقني خالص. كانت اول سنة ليا في الجامعة، كنت بحب بنت اسمها نادية. أبوها كان عنده أجنسي كبير قوي، كانت بتلبس نظارة. كنا بنقضي معظم وقتنا في العجمي. وفي ليلة صيف والجو كان صيفي، قررنا نبوس بعض. أنا قلعت النظارة وهي قلعت نظارتها. ما علينا، 8 ساعات. معقولة؟ 8 ساعات؟ ما هي رخرة فرفرت في إيديا ونقلوها للمستشفى. حاولوا ينقلوا لها دم، بس الحقيقة ماتت. يا نهار اسود، دي مأساة. ومن ساعتها مفيش فايدة. يا حرام. كل الفلوس اللي عندي دي تفيد بإيه؟ انت ازاي بتفكر في الأكل في وقت زي ده؟ وأنا ليا حاجة تانية أفكر فيها غير الأكل؟ انت مفيش أمل للدرجة دي؟ شوفي، أنا أهلي تعبوا معايا، عملوا كل اللي يقدروا عليه، دول جابوا لي ستات من جميع انحاء العالم، برضه مفيش فايده. وجربت تحب تاني؟ واحب ليه؟ ايه في حاجه؟ ولا حاجه، نفس الموضوع. خالص؟ لا ده انت لازم تكشف عند الدكتور، ودكتور كويس كمان. ما انا كشفت. سافرت فرنسا وقررت نفسي على تلميذ فرويد. دخلنا في أشعة وتحليل وتنويم مغناطيسي. تعرفي؟ أنا لو ما كنتش جبان كنت موت نفسي. إيه رأيك في شوية مزيكا ونوطي النور شوية؟ أنا الحقيقة مش عارف أقول لك إيه. أنا عارف إنك عايزة تساعديني وإنك تعبتي معايا، بس أعمل إيه؟ عارف
مسا. ايه الاخبار؟ اشغليني. عندي ليك خبر يجنن. خير؟ انا اتخطبت. ايه؟ سليمان اتقدم لي وهنتجوز في الصيف. اتجننت يا زكي؟ اتجننت ليه؟ ما ينفعش تتجوز سليمان. ليه بقى؟ عيبي ايه؟ ما ينفعش يا زكي. ايه اللي خلاها ما تنفعش؟ ما هو قاعد بيتجوز واحدة ويطلقها تاني يوم ويتجوز التانية ويطلقها، يعني جت عليا أنا؟ راجل يتجوز راجل ليه؟ أهو استقرار. قمرين قمرين دول مولعين. زكي يا حبيبي. زكي زكي زكي. إيه؟ أنا شايف إن أعصابك تعبانة وعايز تهدالك يومين. بطل بقى تعاملني بالطريقة ديت، أنا مش غبي. أنا عارف كويس إن في مشكلة. طيب. أمه لازم توافق. بس أنا ما يهمنيش. أنا واثقة من نفسي. واثقة كمان ان سليمان ممكن يضحي بالدنيا كلها علشان. طيب فكرت هتعمل ايه في شهر العسل؟ اه فعلا دي مشكلة، بس الحقيقة انا اتكلمت فيها انا وسلمتي. مين؟ سلمتي. اه سلمتك. اه يا ترى هنقضي شهر العسل فين؟ في باريس ولا في هاواي؟ في باريس يا نونا ولا في هاواي يا سلمتي؟ في الاخر استقرينا على ايطاليا، اعتقد ان ايطاليا من البلاد اللي تجنن. زكي. إيه؟ الموضوع ده هيبان وهتتفقس. انا عارف ان في وقت مناسب هننفصل فيه. طب الوقت المناسب ده امتى ان شاء الله؟ مؤكد بعد كتب الكتاب. مؤكد هيطلب الطلاق قبل الفضايح، وساعتها انا بقى اللي هاخد النفقه. قمرين دول ولعانين، قلبي بيسالني عليه. زكي! في قانون في البلد. ما كفايه بقى. سيبني يا اخي عيش. نفسي اتجوز واحد مليونير. يصرف عليا، يستتني. يعني عاجبك عيشتنا ديت؟ تنطيط ويوم شغل وعشرة بقى. في ايه بقى يا عاصف؟ زكي انا عايزك تنسى الموضوع ده خالص، وعايزك كل يوم الصبح تصحى من النوم كده هتقول انا راجل. أنا راجل. أيوة. أنا راجل. طب أعمل إيه في الهدية اللي جابها لي سليمان دلوقتي؟ ديت إيه؟ جاب لي أسوار ألماس. إيه؟ اتفرج. دي ألماس حر يا. طبعًا. هو أنت فاكر خطيبي إيه؟ صايع؟ غشاش؟ بكرة يجيب لي بدل الأسوار 10، ويجيب لي فيلا. عربية ولانسس. جواني بيه، اتفضل معايا. بص يا ريس، حجواني. مين؟ عباس. فينك يا راجل؟ ده احنا قلنا انك مش جاي. مش جاي ليه يا حبيبي؟ قلنا انك تأستكت بعد اللي عمله أستك. اه كله هيتأستك ان اجيلا او عجيلا. صح، بس مين اللي عليه الدور؟ اتفضل. آه. خش. اخش فين يا حبيبي؟ جوه عشان تتفتش. العجواني يتفتش؟ طب انا عليك نسيت،
في حد يجي يخش اجتماع الراجل الكبير من غير ما يعدي على الجمرك وتقلب؟ ماشي اتقلب المره دي. انا ما بشيلش سلاح. معقوله يا راجل معكش سلاح؟ معقوله حلاوتك دي؟ ده فاضي. ايه ده؟ مضرب تنس زي ما انت شايف. مضرب تنس ده اخر؟ لا ده مضرب جولف. هنشوفك النهارده في الاجتماع. اتعلمت الحركه الخايبه دي فين يا بابا؟ الله يرحم في الحاره. طب خد. الله 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 الله، ده الباشا هنا كمان يا محاسن الصدف. جاي بقى في الغردقه تصييف ولا تكييف؟ شغل وتصييف. اللي قول لي يا جواني، انت رحت فين بعد موضوع الكازينو؟ مش فاكر يا باشا. لا افتكر كويس. بعد موضوع الكازينو؟ ايوه. مش فاكر يا باشا. يعني ما زرتش الخن؟ ما افتكرش يا باشا. ما تفتكرش كمان الدم اللي كان على جزمتك اللي بعت تشتري غيرها؟ يا باشا تلاقيني وانا باخد دقني نقطتين دم وقعوا على الجزمه عصوها. ليه؟ انت بتحلق بالجزمه؟ انا بنام بالجزمه. طول عمرك. يكون في علمك احنا عارفين كل حاجه. انتوا مين؟ احنا والاتنين الشهود بتوع الجراج والاتنين المحامين بتوعك اللي قلبين عليهم الدنيا. حد يا رجاله فاكر حاجه من الكلام اللي بيقوله الباشا ده؟ لا يا باشا. ما تقلقش يا جواني، احنا وصلنا لهم خلاص. اوكي يا حبيبي. اوكي. انت اتعلمت انجليزي فين يا جواني؟ في كي جي وان يا باشا. يا ننوس عينه. صدق يا عاصم، انا حاسس اني سبت اي كلام. ست مش جدع تاخد اسواره من راجل وفي النهايه تضحك عليه. انا هعملها شيء وانا صغيره، مش ده كلامك؟ خلاص بقى ما انت صدقت. وبعدين الراجل قلبه هيتكسر لما يعرف ان لا يمكن هتجوزه. يا اخي راجل ايه بس؟ سكره يلا بقى هنكسر لما تعرف اني مش مليونير. هي الدنيا كده سابق خيل. انك طول عمرك تخسر عشان تكسب مره واحده. انت ايه اللي فكرك بالسبق دلوقتي؟ ما صدقنا خلصنا منه. يعني انت معاك الاسوره وانا معايا سكره، يعني انت معاك الفلوس وانا معايا الحصان، فهمت؟ ايه؟ جالك زغطه ولا ايه؟ بابا بص هناك. يا نهار اسود. طب يلا بينا بقى نزق عجلنا بقى. شبه 40. ليه الحلوين مش من مصر ولا ايه؟ لا احنا سياح من بني سويف. انتوا فين يا حبيبي؟ مالكش دعوه. هنبقى نتصل بيكم. احنا اللي هنتصل. هما طخ تاني، طخ عليك وطخ عليا. يا خسارتك يا زكي، انت هتقعد ساعتين. واخد بالك وننزل اسوان نعيش هناك محدش يعرفنا. شكلها هترس على كده. بقول لك ايه؟ احنا مش ناسيين حاجه؟ ما يتهيأليش. مكنة الحلاق بسرعه. ثواني. كده خلاص كله تمام، مش ناسيين حاجه. لا ناسيين. ايه؟ سكره؟ ايه؟ الناس بتجري ورانا وانت هتقعد تحب لي في التليفون؟ امال عايز ايه؟ عايز اسيبها وامشي؟ وايه يعني؟ ما طول عمرك بتسيب النسوان تخبط راسها في الحيط. الكلام ده لما كنت بعزف ساكس مش لما بقيت مليونير. خلاص يا عم ابعت لها جواب، ابعت لها كارت، هنلاقي الناس دلوقتي قدامنا. شش. الو. ايوه سلام. ده من اليخت. الو. انا مبسوط اني سمعت صوتك. وانا هطق وهفرقع. اما انا حلمت حته دين حلم يجنن فظيع. امبارح تقدري تقولي ان انا ما نمتش كويس، يعني ما غمضتش عين. اول ما صحيت من النوم كان نفسي اكلمك بخصوص بقى ميعادنا النهارده. ما تكملش، هستناك عند المرسى بعد العرض. لا 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 مش هينفع، مسافر قطر. فعلا؟ انت اتخضيتي كده ليه؟ هتقعد قد ايه؟ مش عارف اجيبها لك ازاي.
انا مش راجع. مش راجع شغل؟ يعني تقدر تقولي ببساطه ان احنا هنعمل شركه تضامن مع شركه قطريه لصناعه الحلي، وعلى فكره صاحب الشركه عنده بنت. اه فهمت، هو النوع ده من التضامن. وهي حلوه؟ هي حلوه، انا مصدقك. على فكره انا بعت لك ورد اللي انا بحبه. ايه ده ما وصلش؟ مش ممكن. وانا من فضلك ممكن تشوفي اذا كان في ورد وصل على الباب او لا؟ اه طبعا. ازاي ما وصلتيش؟ ده انا بعت مخصوص جهود بالطياره. انت بتعمل ايه؟ الله في ايه؟ شش. فعلا ده حلو قوي، انا عمري ما جالي ورده حلوه كده. ايه ده تحفه، دي الماس حقيقي، دي تساوي مش عارفه. انت على طول لذيذ كده. دي هديه متواضعه بعبر لك بيها عن مشاعري وعن اللي عملتيه معايا. انا ما عملتش حاجه، حسب لوحده. طب مع السلامه بقى حبيبتي، احسن ان يفوتوني. ها جه الوقت اللي اقول لك فيه ربنا يوفقك. مع السلامه. انا مش عارف انت عايز توصل ليه بالظبط. فين السواره بتاعتي؟ بتاعتك؟ ايوه طبعا دي شبكتي. بقول لك يا زكي، احنا متفقين على اي حاجه تيجي بتاعتنا احنا الاثنين. ماشي يا اخويا. فين الاسوره بتاعتنا احنا الاثنين؟ اهدى بس، اهدى اهدى. اكيد عملت بيها حاجه غلط. متقلقش، الاسوره في مكانها المظبوط. مين؟ مين؟ انا ستاره. ثانيه واحده. اتفضلي. اتفضلي. اهلا سجل. اهلا. ايه يا سكرة في ايه؟ حسيت ان دماغي بتغلي. عجبتك؟ طول عمرها عجباني. هديته، هو سافر قطر، هيتجوز، عقبالنا. هيتجوز؟ انا لو منك ارميها في وشه. مقدرش، ده اول راجل لطيف اقابله في حياتي، بعدين عمر ما حد جاب لي حاجة من غير ما يعوز حاجة. خلاص يا حبيبتي، لو انت محرجة اديهاني انا وانا ارميها في وشه. اوعى تقولي كده يا نونة. بكرة تنسيها يا سكرة. أنساه؟ أنساه إزاي؟ حتى لو فكرت، كل ما هاكل أو أشوف حد بياكل ساندوتشات سوسيس هفتكره. ممكن أعرف إزاي تتصرف في سختي؟ كده لا هنعرف نسافر ولا حتى هناكل عيش. تروح فين؟ مش من الباب يا ابني. تعال تعال. لا حد قدامنا ولا حاجه اخلص. طب الساكس والترمبت امسك. هوبا. بيت كده وسبت يما. النهارده يا ريس. ولا انا. اه يا ريس. ايدك نظيفه؟ نظيفه يا ريس. وش وقفة؟ وش وقفة. هات البت على 200 جنيه. امسح لي الجزمة. اه يا ريس. تخسر انت يا حلو. حتى محظور. خلي غيرك يلعب بقى. على فكرة يا ريس، أنا سمعت كلام كده بيتقال والله أعلم إن الراجل الكبير زعل اللي حصل لقصدي. وبيتقال والله أعلم إن هما الاتنين كانوا زمر في زنزانة واحدة. مش هي دي. قول انه كبر، قلبه ضعف، لازم يعتزل ويسيب المهنه. بقول لك يا ريس. قول اخويا. انا رايي انك تتقدم باقتراح في اجتماع النهارده. انت مالك قاضي عنك ومال الكلام ده؟ خليك في حالك، كمل، خلصني. دي مشكله يا ريس. ولا مشكله ولا حاجه، هيجي اليوم اللي نخليه يقابل استك ونقستكوا. مساء الخير. مساء النحس. رايحين فين يا حلوين؟
رايحين في داهية. دول بنتين بتوع السلم يا ريس. شكلهم ايه البنات دي؟ شكلهم كده مش بنات من اصل. صح كده، نفس الوشوش. والشنطة اهي عليها الرصاص. كده بقى يبقوا الاتنين المزيكاتيه بتوع الجراج. اسمع خفيف منك ليه؟ ما عرفتوش تخلصوني منهم هناك، يبقى تخلصوني منهم هنا، مفهوم؟ هستنوني. يمين شوية. حاضر يا حاج. شمال شوية. حاضر يا حاج. هوبا. ولا وشك وحياتي لا وحياتي لا واحده 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 اوعى اطلع عليك وحياتي لا وحياتي لا كل شيء بالتفاهم حياتي واحده 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 انت عايز ايه انت بدك تلعب من زمان تاني يا مدام العب انا مش هقدر اقلع الراجل ده. ليه يا ريس؟ احنا لازم امسكوهم. لا 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 عملتوا ايه؟ زاغ يا ريس. وانتوا كنتوا فين؟ كنا معاك يا ريس. طول عمرك كأنك غبي وعارف انك هتوديني في داهيه. متقلقش يا ريس، بعد الحفله كله هيبقى تمام. الليله دي قبل ما نبدا حفلنا عايزين نقف كلنا دقيقه احداد على روح خمسه من اعز رجالتنا ماتوا السنه دي. انا بقول نقف احسن. يلا ماشي اظبط نفسك. انتوا عارفين سنة الحياة، لازم الواحد يجي عليه وقت يسلم الراية للي بعده. اسمعوني انا عموما رشحت واحد من حبايبنا القدام. في مجموعة هتقول انه كبير في السن، في مجموعة تانية هتقول انه بيتعدى حدوده،
الحقيقة أنا بقول إن الراجل الشجاع صعب إن الواحد يتحكم فيه. هو صحيح موضوع الجراج ما كانش لازم يحصل علشان شكلنا وعشان علاقتنا، كمان موضوع الاتنين المزكتية إهمال، مش كده يا عجواني؟ اعتبرهم ماتوا، دول من 5 دقايق بس كانوا تحت إيديا، يعني فلتوا منك مرتين. ده يبقى اسمها مياصة. سوري أقصد تسامح. ما أنت روحك عالية. على فكرة أنا لما عرفت إن النهاردة عيد ميلادك قررت إن أنا أهديك أكبر تورته. عيد ميلاد أنا؟ ده فاضل عليه 4 شهور. يا راجل هي الشهور بتفرق بين الصحاب. يلا يا جماعة. هابي بيرثداي اللي حصل. يبدو ان فيه مشاكل بينهم وبين التورته. هربوا مننا. ورايا. ما تشغلوش بالكم. مش هيقدروا يهربوا. رجالتنا في كل مكان. سمعتهم بيقولوا ايه؟ مش مهم. هما مش مراقبين المرسي. اتصل بسليمان بسرعه خليه يستنانا عند الياخد. واقول له ايه؟ قولوا ان انت هتتجوزه. اتجوزه ازاي والشرع والقانون؟ مش مهم شرع القانون دلوقتي، المهم ما تموتش. اخلص. غاب عني مطمني وسابني لحيرة العشاق.
لوحدي لقيت الدمع في عيني وايه يا دنيا بايديا ومن حواليا اصواتي ونار الحلم اتكسر ولسه جوه افكاري ولا كلام الحلو اللي قلتيه ده. انت يا زين راضي ارتقوا ارتقوا اعتبر ده وعد يا بيبي. طبعا يا حياتي. اوكي باي باي. بعمل في ايه؟ خلاص مستنينا في المرسى. هوبا يا نونة. مني اسمع صاحبتي. يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ما انا قلت لك انا مش نبيها قوي. شوفي يا بنت الناس انا مزيف. انا الله حته عازف ساكس في فرقه. اسمعي الكلام. انا عارفه. لا طب لما انت عارفه ما تعملي في نفسك جميله وترجعي. انت ممكن تتجوزي مليونير. مليونير؟ عارف حدوته المليونير اللي كان عنده عقده وما حلهاش غير الحب؟ عارفها ولا احكيها لك؟ لا انا مش عارفها. احكيها لك؟ يا ريت. على فكره يا روحي ماما انبسطت خالص. لا انا ما اقدرش البس فستان فرح مامتك ده مؤكد ده قديمه. انا عايزه فستان كاجوال. وماله يعني نعمله كاجوال؟ لا اصل انت ما تعرفش عني حاجات كتير يا سلمان. يعني انا ما ينفعكش. انا ست مهمله قوي. يعني انا اللي نظامي قوي؟ ما انا مهمل يا روحي زيك. وماله؟ بصراحه انا ست صايعه وكان ليا ماضي وعرفت رجاله قبل منك. يعني انا اللي ما اعرفش ستات قبل منك؟ انا عرفت ستات ياه. ده انا مقطع موصل. انا مش هخلف ابدا حتى لو عملت فيها رامبو. وماله يا روحي؟ انا مش عايز في الدنيا حد غيرك انت يا غالي. ايه؟ ايه ده سليمان؟ ده مفيش احلى من قعده الرجاله يا راجل. رجاله. افتح 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 للهوا شبابيكك. افتح وما تقفلهاش. حدش في الدنيا شريكك. عيشها وما تعقدهاش. افتح للهوا شبابيكك.
وما تقفلهاش حدش بالدنيا شريحة عايشها وما تعقدهاش وانا 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 بلبس مكشوف معرفش تسوف بلبس مكشوف معرفش تسوف شنا بيت بلد وبس من حيث الغنى الغنى